ولسانها احمر وتعرج ما تبي. زين خطفت البيطره؟ اي خطفنا البيطره في الجهيه وما طلع علينا. يقول اكو دكاتره خاصين يطلعون وحتى الدكاتره ما جاي يطلعون عليه يخافون من هذا المرض. هاي المواشي تبعد عن الصحة العامة ما يقارب 50 متر، يعني بصف الجهة الرقابية اللي اتأكد انه هناك حمى نزيفية في المحافظة. دائرة البيطرة من قرب من هذه المواشي ما تبعد يمكن 300 متر. زين وين الرقابة؟ وين الجهات المختصة اللي تتابع هذه الأمور؟